بسم الله ولا اله الا الله. سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو المطامير يوم الجمعه ومعاكم قناه المواشي. اليوم يوم 27/5/2022 وتعالوا نشوف اسعار الجاموس النهارده في ابو المطامير يا جماعه. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه، الله اكبر. صباح الخير يا معلمي. صباح العسل. تتعرفوا باسمه؟ مرسي ضيف في السماء. المعلم مرسي ضيف منين يا معلمي؟ ها؟ من الجرنين. الجرنين تبع ابو المطامير. الله يبارك لك. صنعتها الجاموسه دي؟ عشر ولبن. عشر ولبن، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. عشر ولبن، اللهم صل على النبي. نعم؟ معلم شحته معاك من الناحيه الثانيه ابو عسل. معلم شحته، صباح الخير يا معلمي. ها؟ شاكر. معلم شاكر. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تجار ولا جنين يا معلمي؟ لا تجار. تجار، اللهم صل على النبي. قلت عشر كام؟ عشر خمسة وبات. عشر خمسة وبات. عشر خمسة وماشية في السادس، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. عاملة ايه يا معلمي؟ عاملة 28,500. 28,500، طب معاك رقم تليفون لو حد عايز حاجة توصل معاه؟ بس يا عم. الله يبارك لك. 010 010 13 13 83 83 66 66 87 87. أي حد يتواصل معاك تبع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم يا رجالي. عامله كام الجاموسه دي يا حاج والله؟ صباح الخير يا عمدي. كل سنه حضرتك طيب. تاجر ولا جنان؟ عامله كام والله؟ عامله كام؟ 21,500. هو قال لك يقول كده يعني؟ السوق نزل. السوق نزل يا عم. نزل فين بس يا حاج؟ طب يعني لو حضرتك 21 هتديها لي؟ ها؟ صنعتها يا حاج طيب؟ ها؟ عشر كام؟ سبعة. عشر السبعة ولبن، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله أكبر. الله يبارك لك يا حاج. بسم الله ما شاء الله على المال، الله أكبر. عشر سبعة يا جماعة ولبن، الله وكيل بما يرضي الله. احنا بنوصلوا المشاهد الأسعار 28. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله 28 يا جماعة. بعد الجنايين يا أمة، بسم الله ما شاء الله. ونجيب التجار برضو الأسعار الحقيقية من دوره عليها بما يرضي الله، اللهم صل على النبي. متشكرين يا عم الحاج ونهارك أبيض. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. صنعت ايه ده يا حاج والله؟ عشر كام؟ عشر تلاتة. عاملة يامي؟ عاملة كام والله؟ 26. تاجر ولا جناية؟ جناية. الله يقويك ويصلح حالك ويجعل سوق أحسن منه. متشكرين يا غالي. اللهم صل على النبي. الجاموس النهارده يا جماعة في سوق أبو المطامير، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على الجاموس النهارده، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. كل سنة طيبين يا رجالي. هذا يا جماعة زي ما انتم شايفين التجار رفضت التصوير. متشكرين يا رجال. نعم. الاثنين ب 70,000 والدين، الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. 70 وكسور يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. دبابات الجاموس يا جماعة اهيت، بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لكم يا رجال. طب ما فيش رقم تليفون ولا حاجة حد يعوز حاجة يتواصل معاكم؟ 695. ماشي يا حاج، متشكرين ونهاركم ابيض. يلا نازل عليك بس صورها. ماشي يا حريك لك. صباح الخير يا عمدي. صباح العسل. تاجر ولا جناح؟ ايه؟ تاجر ولا جناح؟ تاجر. الله يقويك. عرفوا باسمك طيب؟ جمعة ابو عامر. معلم جمعة ابو عامر، قاعد فين يا معلمي؟ المطامير. ابو المطامير. المعلم جمعه ابو عامر، بسم الله ما شاء الله. الخلف ده كرات عمره قد ايش؟ ها اسحبت كده عجينه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على الجاموس يا جماعه، الله اكبر. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اللهم صل على النبي. حاضر. اللهم صل على النبي. عامله كام بمرد الله؟ عامله كام؟ ب 35. 35,000. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الله وكيل بمرد الله ب 35. يا عم انا منقوله بمرد الله والله. 37. بمرد الله. بمرد الله. انت قاعد على القناه. الله يبارك لك. 37 مش يام عليه؟ لا مش يام عليه. الله يبارك. الزبون قاعد اهو، تعمل تقول يام عليه. الزبون قاعد، الله يصلح حالك يا حاج. صباح الفل يا رجالي. بك عامله كام الجاموسه دول؟ 37 مش منهم 1000 عرب. مش راضي. مش راضي كمان؟ مش راضي. طب ما تدعي لهم يا حاج الله يسلمهم. الله يبارك لك. طب ما في طاير يدينا رقمه، طيب حد يعوز حاجه يتواصل معاه؟
معهم ده. كم يا عم الحاج رقم؟ ما انتش عارف رقمك؟ ماشي متشكرين رجالي. ناركم ابيع. اي تجار عندها عروض باسعار بمهرد الله تتواصل معايا رقم 011-29-20-95-39. اشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وامنه والى اللقاء يا خير الاصدقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ينور على الحلبات. الله يبارك لك يا ابو نارك ابدا حاج. بسم الله.